من الظواهر المؤسفة حقيقة في بعض الأفراد البعيدين عن الأجواء الدينية أنه ما يتورعون في كلماتهم. يعني عندما يحدث هنالك خطأ من الطفل أو يرى أنه خطأ يقول كل ما يجري على لسانه. ما انتهت القضية عند هذا الحد، هذا الطفل يلتقط هذه الكلمة، يختزن هذه الكلمة، وعندما يكبر هذا الابن يكون على نفس منهج هذا الأب وهذه الأم. هو أيضا مع أطفاله يتعامل بنفس الترتيب، وأطفاله أيضا ينشأون على نفس هذه الطريقة ويكبرون على نفس هذه الطريقة. تشوف عوائل، مدن، قرى تعرف بصفات معينة، يقولون أهل فلان مدينة شجعان. منين اجت هذه الشجاعة؟ عوامل متداخلة، البيئة مؤثرة، المحيط مؤثر، التربية مؤثرة، ولكن من جملة العوامل المهمة نقطة البدء في هذه العائلة. هذه العائلة بدأت من أب وأم. إذا الأب والأم كان لهما طهر، كان لهما نقاء، كان لهما تورع، ابنهم يطلع على منهجهم، الحفيد يطلع على منهج الابن، ابن الحفيد يطلع على منهج أبوه. هذه قضية طبيعية، أن الولد سر أبيه يعكس أبوه طبيعية. فربما هذه الكلمة، هاي المواقف تؤثر إلى ما لا يمكن أن نحيط به من الأبعاد والآمات. هاي مو كلمة انتهت، لا، كلمة تبقى وتبقى وتؤثر وتؤثر. لذلك في الواقع الأب، الأم، الإخوة الكبار عندهم مسؤولية كلش كبيرة تجاه العائلة. يجب أن ينظروا إلى امتدادات هذا العمل في كل عمل يقومون به في العائلة.